السلام عليكم الله وبركاته اعزائي الغالي حبايبي المتابعين في هذا اليوم الكريم في هذا الشهر. اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. استعمال فرنسي. ايش رايكم في لحيتي؟ هي اخليها دوم ولا اشيل؟ لا بطلع. انا طبعا في مدينتي الجميله وفكان في هذا السوق المتميز سوق الشعبي ويتجمعون. بعد شيء ابو عبد الله اليوم مهرجان همبا. بعد اليوم مهرجان همبا اليوم مباشر. اي اخبركم جمعتهم حلوه وسالفتهم حلوه. القاضي ما بصور زين. في ناس تحفظ اصحاب يعني هذا يحشرون عند حريه. شفناك عند حريه طالع ايش تبون؟ ما يخلونك تصور حد يا اخي. لكن في ناس لا. عند اليوم انا الغالي مرحبتين بهاليمع الغاوي. اسعد الله مساكم الطيبين. اهويوه تعرف تجلس وياها والسولف وياها ويعطونك القاضي والماضي ونعم بم. الله ما يقولك البطل باهون البطل البصل قصدي يطلع على طوله ويرد على محصوله. اللي ما في خير البلاد وهله والناس اللي عاشوا وياهم عشيرته ما في خير الغير. ايه انا ما يوز عن شيء اسمه خور فكان. مول من استويت 40-45 سنه متغرب لكن ما ابدا. كل خميس وكل جمعه انا عندهم. هي نعم بلادي انجهرت علي عزيزه واهلي قالوا بخلوا علي كرام. الاهل غير الحبايب غير واللي ما له ربع في الدنيا شوف عايدته بتشوف ربعك والله تتولى عليهم وباش يقول يوم تهلك مالك غير اهلك. اهلك غير وعارف محمد جالس وفهد كسار بعد جالسين. ها واحد اخوي من امي واحد اخوي من ابوي هم كلهم اخواني هذيل والمسؤول عني ابو مصعب. هلا ابو سعود سامحني على القصيره الغالي. هي والله العظيم اتعذر لك. انت في مصر؟ لا ها ابو سعود عبد الله. وهذا خالي. خالي حلو وصغير يعني اذا خالي كذا انا صغير مكبرتني اللحيه والتليفون مكبرني. حي الله ابو مصعب مرحبا. هذا معرسني مرتين في المغرب مسؤول. وهذا اخوي عارف محمد وهذا اخوي فهد الكسار وهذا ود النوخذه ود التاجر مالنا ود القواضي خالد وابو عبد الله مارس والغالي كلهم كلهم وخالد حمد وكلهم الطيبين الغالين. وعلي عنك الله يرحم امك الله يرحمه ويغفر له ابوك رحمه الله عليه ود حمد. ها ود حمد هذا شقه يا خالد حمد. ما يسمع عبد الله الحسين عبد الله عبادي عبادي هذا شمعة الجلسة الحسني. محمد خالد انصاري. نعم محمد خالد. ها محمد خالد محمد ونعم سبعة نعام الطيب هذا القمر محطين هذا كله. مساكم الله بالخير والنور والسعادة وأسعد الله مساكم وطول الله وأبوي خلوق في أعماركم وبارك الله في حياتكم. يا نعيد والعيد عيد يا عيد أيامك سعيد. نلبس الغالي والثوب الجديد لازم أقدم طبخ غاوي وأكل غاوي وأتعنى لعمان أتعنى لعمان. حيا الله أبو خالد. هلا أبو محمد كيف حالك؟ الحمد لله. أيا ما قصرت بيض الله وجهك. قاش وقال راعي القول قال طرش رجال ولا تطرش دراهم من الرجال تأتي بالدراهم. يوم شافوا العرب عيش الوالي والقاضي والوزير خبلوا عليه. يا ربي القاضي تاكله وانت راضي الوزير الحبة في الجدر الطير والوالي تاكل وانت في العلالي حتى الصيان يعطونا. يا ربي واتعنى واخذ لي اي نعم حق العيد. يا عيد يا عيد خلص من خور فكان. يا ربي باشا يا عيد العيد ويا عيد الوقفة وش بخبرك وينك يا شركة هذا واشتري لي عيش بس هذا للعيد مغواك العيش هالوالي والقاضي والوزير. ما ابو محمد آه. حق العيجان هذا اشوف حق الضحيه طالع عمره وابو ايش وهي بعد شنطه ايه نعم سمعوا ايه هي عيب اه نعم ايه ما شاء الله يمكن الاسلام ما يرون حط لها شاي. لا 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 عمي عادي عادي ها هاي الشنطة أنا أقول لك عادي بسكاكينها نعم مرة حق وحتى التونة عطونا التونة ما قصروا ها هاي الشنطة حق العيد مرة مكتاملة أبو محمد متكاملة حق الذباح. أهلا وش حالك؟ والله يا نوح ما أنت تسوي مشاكل يلا قم ودنا أنت المكان سارين له يلا نعم يلا وهذه
الشنطة أربع شنطة فوق لها الشنطة حق الذباح السكاكينها. نعم. والعدة سيفتي. والعدة مالها اسمي اللي عدة. إيه نعم يا أبوي. نعم. وهذا شو الصياني؟ هذا الصياني. وهاي حق الصياني. نعم الصياني أبو صي. خلو تي حبيبي. ويا الله ونحن يبنى أحلى عيش. هي نعم عشان العيد كل حبة هالطول بعد ما يستوي. نعم العيد اللي بعد تميزه. والحين تريوني ساير مكان ثاني بعد وبشوف أشياء حلوة. أنا أحب لكم السعادة، أحب لكم الوناسة، أحب لكم أنكم أطلعكم من العالم اللي أنتم فيه إلى عالم ثاني، ثقافات وفنون شعبية والحياة كذا. نعم أسأل الله يسعدكم يا ربي ويطول أعماركم. خلكم وياي لستم بعيد ما يباني ساعة نص ساعة بعودكم. حيا مساكم الله بالخير والنور والسعادة. يين عاد لوكيشن يبغى اشتري حلوى حق واحد من ربعه. انزين هو سعيد الحقطوبي قرطوبي القرطوبي ابو موسى ابو موسى سعيد القرطوبي صاحب فرقه وصاحب عده وصاحب بيت وابو دنيا. قال تعالوا عاد عندنا اليوم معنا مهرجان. اهل ابوي عندنا مهرجان في الصحم على بحر مع العيد العيود. ما يا سيد ما شو مناسبة هذه المهرجان شو اسمه؟ هذه مناسبة العيد. ايه العيد الاضحى اسمه هذا عيود. اسمه عيود. هي اليوم وباكر ورا باكر مع الهبطة مع السابع يسموها. اهلا وسهلا. الهبطة هي باكر بس بداية من اليوم. وشو فرق شعبية؟ فرق شعبية وفنون وبحرية وكل شيء. ونحن نحب الطرب عند العرب. اهلا وسهلا ابوي. يا مرحبتين. حيا الله بالغالين. يا الله حري والعمانيين عاد المحبه كلها. هات يا ام عو علي الصغاري ابوي اصوركم. كيف حالكم؟ حيا الله. انتوا تتابعوني بعد؟ اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا الغالين حريمهم وريايلهم. الله يطول اعماركم. بلادنا هاي طال عمرك. عمان بلادنا. نعم تلوموني في عمان. انا احب عمان من عمان من كبارهم وصغارهم. يا رحم الله استعلم بارك فيهم. هذا عمان. هلا هلا. هذا ابوي عمان ومحبه عمان في قلبي. يلا يا ابوكم احمس نشوف عاد العده وبنصور اللي نشوفها غالبا نصورها. وصلنا المهرجان. اسمع 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 Oh,
احنا لحسن الحظ والتقي مع مدير بلدية الصحم ما شاء الله واقف شوفوا واقف بريول بقدم وساق على العمل وعلى نشاط العمل والتفقد وهو بيعطينا أكثر معلومات. طال عمرك نحن سعيدين بشوفتك في هذه الصحم المناسبة هاي. من سنين عندكم؟ جزاكم الله خير أولاً وتشريفك لنا اليوم في قاعة الحرية معنا في الصحم هاي شيء يشرف في هذه الفعالية وفرحنا بجيتك وعطى يعني عطت الفعالية هذه أكثر حماس وأكثر تجاوب مع الإخوان المتابعينك. يعني هذا موروث من زمان في الصحم اللي هي لحظة العيد هذه يعني تقام سنوياً تبدأ من سادس الحجة حتى يوم ثامن الحجة يعني ترافق فيها فعاليات الشعبية مزاد على الأغنام والأسر المنتجة تعرض منتوجاتها اللي هي أكلات غذائية أسرية مطبوخة في البيت. والكل طال عمرك ما أخذ نصيبة في هذا المهرجان من الأسر من الجماعة الموجودين الفرق الشعبية أصحاب الخيول. نعم أصحاب الخيول والجمال بيكون متواجدين معانا هنا إن شاء الله وأصحاب المواهب اللي موجودين ممكن راح يكون على المسرح ومسابقات الأطفال وجوائز والكثير والكثير من المتعة والبهجة والسرور راح تكون موجودة في هذا الملتقى إن شاء الله. ونحن اليوم يعني نقدم لك شكرنا وامتناننا يا أبو الخالد على زيارتك لهذا المكان زيارتك سوى الدنيا ونحن من دورنا ندعو الجمهور في الصحار وفي الخابورة والمناطق المجاورة أنكم تحضرون هبطة العيد في صحم شيء متميز بجميع الأنشطة الرياضية والفنون الشعبية وطبخاتهم الشعبية. نشكر مدير البلدية على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء الجميل. أحسنت أحسن. الميمني ونعم الأستاذ أحمد الميمني أحسنت وما قصر وطول الله عمره. أهلا وسهلا مرحبا الساعة المباركة بكم. أنا موقف من وياي إلاش عن شعري يوم اللي شميت ريحة بس الريح العيد البهارات ودعت له هالدعوتين في مطحنة راشد الشيدي في الصحم في السوق المركزي في سوشيال يعني صحم لا مركزي في صحم هذا صحم إيه على سوشيال قدام حلف السوق قدام حلف 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 السوق وذوق العيد جايكم ندور بعد هالصحم هذا صابورة وريال المواقع والهواجع هذا كله براك ها براك شيء مخلوط شيء مطبول شيء حلف قال عندك التراكم كم واصل كوليسترول والدنيا كلها تراكم ويدك 10 ايام دخل لكن ربك بعد الحمد لله ان الحين الحمد لله من شهر لكن الحمد لله والحين سعيد بشوفتك مشكور انا قولي موجود وسلم عليك مشكور على دعمك حضرني والنعم الله حلو انكم حافظين على التراث الشعبي في البلديه الصحيح نعم هو المسؤول عن الاحتفالات هذه كلها هذا التحديد بيض الله وجهه وعلى وقفته هذا الرجل المناسب المكان المناسب وانت مشكور الله بالعكس عودنا منور الصحن الله يطول عمرك صحن منوره بجمهوره وبشعبه بهلا زدت النور نور بالعكس انا على عيني وراسي نعم انا ما بدعوه انت محب حر دورنا مكان تبرد وعاد مرينا على الأخ العزيز ممكن تخبرنا عن المحل الجميل هذا رواد صحم للفنون نعم الله يغفر له ويرحمه ياسع منزله ويكرم مدخله قولوا آمين. في كم سنة أنت في هذا العمل؟ والله تقريبا سنة وشيء الحين نعم في هذا السوق الجديد نعم السوق الجديد هذا الرسومات والرسومات وكم اليوم ما خلونا شغلنا كله سريع من السناب يفضح لي ما ينفضح يا ربي السناب من شافوا انه في صحم قال لي نوح ربعه تخيل كانوا جايين العيد ومر المصنع العود المشهور اللي تحطونها باحلى حلوه في المزون قلنا نشعر وهذا نحن مزون للحلوه العماني عند المسجد هذا على الشارع شوفه منارة المسجد
ومزوم مرة ما أخذ ركن من المسجد ما شاء الله محله. هذا مزوم وهذا نستو مرة ما يوم تجاي عند نستو. هذا الشارع يوديك مسقط. هذا يوديك مسقط وهذاك يجيبك من الخابورة ولف كأنك تبى مسقط وارجع على الجامع العودها ما شاء الله الجامعة. هذا مزوم في نص نستو أبر ماركت مسمونه. بسم الله الرحمن الرحيم اسمي الله. هذا ما شاء الله مزون للحلوة العمانية. أرقى طوس عندهم وأرقى الله شيء ما يحتاج بعد هيك يوم على الأهل. في آي بي محمد في آي بي شو كل اللي في آي بي هو راعي في آي بي صاحبه في آي بي وشيء في عمان ما في آي بي عمان كله في آي بي عمان من أولها لين آخرها في آي بي من تدخلها لين تطلعها من مسندم لين صلالة كل شغلة في آي بي ويا عم. هذا ميزون الحلوة أهم حلة. السلام عليكم. سلام. هذا ميزون الحلوة العمانية والشباب واقفين. وشوفوا شغل العدو وياكم العيد. العيد الله يا شغلك. شوفوا الشهايد اللي ماخذينها شفتوها كم بنعد وكم بنحسب وكم هي العدل عدل الشغل عدل يا عاير. الله 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 شفتوا ليش الشهايد ياتنهم من الجوده اللي عندهم اللي عنده جوده بتي الشهايد ولا يمدحون. نعم كنتوا متغدين ما تصدقون تشوفون شيء يعلموكم. اصبروا شوي حد عزمكم محل هو قررنا ما عزمتوهم مكانكم مرة مكانكم هنا طول أعماركم عمرك طويل يا رب. إيه قال عاد شو قال راعي القول قال يعطون. السلام عليكم. لا بازيدكم من الشعر بيت يوم شافونا في المص... هناك في المال شافونا هنا قالوا الأرباب هذا منو يصور قال لمنوح هذا كذا قالوا اتصلوا بالأرباب ويحلف علينا دينه يمين تعالوا المصنع ثار المصنع ودنيا وراء في المنطقة الصناعية هذا اللي وزود هذاك المكان. لكن تشوفوا ما شاء الله أول ما سلم على الأرباب السلام عليك ساك الله بالخير مبارك كيف الحال. لا 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 الله يا أبو كنت روحك حلوة أنت روحك حلوة الله يعطيك العافية من شوفتك حلوة طول الله عمرك شرفت شرفت شرفت. أنا عاد ما أبغى أخبرك يا على الا روحي يا كذا اللي حد صادق هناك بالعنبال زخوني يعرفوك ما شاء الله حتى البنغاليه سب... قال خالد الحريه يقول سبحان الله في المحل نحن جينا معزومين طول الله عمرك عمرك وقلنا من دام هذا الريال قرب على الحرب وين المصعد عندكم باي يستحين بصور الدنيا كلها هب مصنع مصينع مصنع الحلو المزون وقال بها الزمان كله عليك بالحديث وكله باليديد ويديد حبه شديد يكسر الحصى ويذوب الحديد هيك قايل ولكن ويعينكم العيد يعينكم العيد وانا انا من عقر الدار المصنع بغيتو بالتليفون لين السلع لين راس الخيمه لين خرب كان للدنيا كلها بيوصلونكم ايام العيد الحين وكم يوم باجي على العيد. مرة؟ اي نعم يقول من كثرة الزحمة توقفوا توقفنا ابو محمد هاي المفاجأة توقفنا توقفنا الى عقب العيد ان شاء الله بنعاود يعني ترى شو قلت لكم انا الزين في شغله عنده ما شاء الله صادق مدري انا المطبخ موقف مطبخ اي نعم صحيح. انا بعد ما اطبخ نعم ما اطبخ لحد ما شاء الله خلص زحمة عندي زحمة وانا بعد موقف المص انت موقف عن حلوه هي الطلبات لكن احنا بدنا بيع في المحل بيع في المحل نعم. اللي بي شنا صحم في المحل المحلات عادي يبيعون اما الطلبات الكبيره والتوصيل كثر الزحمه ما شاء الله لين مسقط ترى عمان عوده وجميع الولايات يطلبون من عنده. هذا ما شاء الله مصنع مزون للحلوه صراد على النبي محمد هذا اللي اخ انا ما بناكل كله 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 كله, كله, كله. كل هذا المصنع هو هذا كله شفتوه حينه ما شاء الله والصلاة على النبي محمد حمدش أول أقبل نسولف بندش صالة العرض عشان أكمل الشغل هي ما بنقطع هي نعم بسم الله بسم الله الرحمن السلام عليكم ساكم الله بالخير والنور
والسعادة. يا هلا 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 عيالي هلا بالغالين. شفتوا شفتوا ابوي العين ابوي العين العين تاكل قبل من كل شيء. الله من انا ما رحت العسل السدر وعسل السمر. شوفوا بعينكم. تعال خبرني ابوي هاي شو من الحلوى هذه؟ اني هذا طالعات مزون اسود. مزون الاسود اي نعم. وهذه هذا العسل الاصفر. العسل الاصفر الاصفر اي نعم. وهذا اللبان اللبان. وهذا العسل الاسود. عسل اسود اي نعم. وهذا كذلك العسل الاصفر. العسل الاصفر. وهذا الرهش. وهذا الرهش. وانتم كلكم عسل. شوفتكم عسل. نعم. واربابكم هذا العسل. انت ما بعسل انت خليه. الله ما شاء الله. نعم. وانت مو غياب انه هذا النب اخبرك. نعم. وين لك هذا النب؟ هذيله هذيله طال عمرك. بعد على العوم من الزمن الجميل. الله ابو محمد شفتوا هذه ملتي الصيني. ملت الصيني بسقي حبيبي في ملت الصيني. دانا يودان حلو دانا يول مضانيني يول. بعد احنا هذا شعر. هذا هذا شعر مره انت كذب. هذا شعر قال ملت الصيني بسقي حبيبي يول مضانيني. ما في شيء هذا محمد. نعم. الله على الوال. شوفوا شوف على وين مثل بشتخته. شفت الله فنان بمبارك فنان فنان فنان. شوف اللي تبون حق المعازي وحق هذا غير عاده. هاي يسمونه المندازي. هذا مال هاي هاي اللي يبغى حق الهاي هاي. والزقرطيه غير. واللي يبغى على من يرغب من القبائل بعد غير. كل شيء مش شوف طالعوا. نعم يوم طالع. شوفوا اللي عنده بعد بعد هاي هاي يبغى ما شاء الله عدل الزين زين أبوه. وقال شو أسعارنا؟ أسعارهم حلو. والله يا أبوكم من لا شغلكم. شوفوا أي شيء تبون من الموائين بعد حين قاموا يحطون هاي الغنش. اي نعم. الغنش هاي ثلاث أنواع وأربع أنواع يحطون فيها. نعم نعم. يعني بعرف كل واد من العبادة. شفتوا في هذا في هذا اليوم الكريم في هذا الشهر الكريم عسى الله يغفر لك ويرحمك امين وبالعظامك الجنه امين وينقلك من ضيق اللحود الى جنات الخلود اللهم امين. وعسى الله يطول عمرك ويبارك في حياتك وفي ذريتك يا رب البيت. والسامع آمين. يقول امين امين امين. شفتوا طالع. شوف طالع. وهذه العلامة الجودة. ما بي من فراغ. يا من تعب يا من سهر يا من شقاء. هاي الشهايد هي لعب. الشهايد ما تي من فراغ إلا من تعب إلا من شقاء إلا من طلع روح. الله شفتوا محمد فلوس. تفضل اكل. ليش؟ لا فلوس فلوس ما لها قدام قدام الفلوس. البيزات البيزات الأولية. إيه الله 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 يا الله يا دعم هذا أول فنان فنان فنان. خمسمية درهم. الثاني 20 200 درهم 100 درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. قال حرية وحرية كلام عدل. قال اوقف على مالك ولا عشرة من عمالك. هذا الرجلة واقف على ماله. الساعة كم الحين؟ ليل ونهار على مصنعه. احدث ما وصلت للتقنيات ما شاء الله. شوفوا وين زمان اول وين اليوم. هذا شو النوع الحلوة؟ هذا طال عمرك حلوة مزون السودة. هاي حلوة مزون السودة. نعم. شوفوا شو التقنيات الحديثة. الله شوفوا حلوة العسل الأصفر. هاي حلوة العسل الأصفر. اي نعم. شوفوا 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 تعالوا
الله 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 الله. هاي تجهز المكونات. شوفوا الصفرة. هاي نزون الصفرة. شوفوا هاي نزون الصفرة. وهذا اللهم صل على محمد. هذا السمن ها؟ هذا السمن. هذا السمن نروح لكم محمد. دهنكم ها؟ الله. شوفوا. هذا الذهب نعم ها شوف مكبر الجدر طالعوا ها الصلاة على النبي محمد شوفوها هذا يعني السمن حق الحلوى حق الحلوى ما نشتري سمن من برا ما تشترون لا 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 ولا تبيعون ها لا ما لا تبيعون لا ولا تشترون بس حق الحلوى اي نعم ما شاء الله طالع حلوى العسل حلوى العسل اي نعم هذا العسل اي نعم هاي الحلوى العسل نعم وهاي نعم. مكوناته مكسرات وهذا الهيل هذا الهيل نحصن الهيل نحصن الهيل نعم شوفوا نعم شفتوا طالع هذا الزعفران طال عمره هذا الزعفران اي نعم شوفوا شفتوا ما شاء الله الدهن هذا الدهن هذا حق الحلوى بس لا تبيعون ولا تشترون لا 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 شوفوا الواحد والزبده من وين زبدة الزبدة طال عمرك من وسطناها طال عمرك الزبدة يعني أصلية الزبدة أصلية هي نعم ما نأخذ من النوعيات هذه مثلا النوعيات اللي هي التجارية لا لازم تكون 100% محلية نعم في محلية وفيها طال عمرك بعد من الشركات في وسطها لكنها 100% يعني طيب محمد شو ما شاء الله هذا كله دهن كله دهن شفتوا هاي حلوى الالبان نعم شو مكوناتها طال عمرك هذا طال عمرك السكر والسمن هذا السمن واللبان اللبان وين اللبان نعم. واحد بان اللبان خلاص الحين مثل ما تقول لي جيب اللبان شو خلني خلينا فيك تحت هذا وقبل طايفين اللبان هذا في اللبان مضيفة شفتوا هاي ماي اللبان والحين بعد مرة ثانية بنضيف اللبان مرة هذا اللبان؟ ايه نعم بعد اللبان هذا ماي اللبان قبل طايفين اللبان شوفوا هاي حلوى اللبان ايه بنضيفها طال عمرك الماي ورد ماي الورد ايه نعم شفتوا تعالي واحد والمكسرات نعم مره ما نستخدم ابدا نوع من السمن اللي هو مثل ما تقول التجاري كل سمن محلي كل السمن اللي انتم تسوونه نعم شفتوا هاي حلوى الالبان حلوى الالبان نحن نكلمكم من موقع الحدث من اكبر نعم. مصنع حلوى المزون صاحبه ما شاء الله مبارك الشيخ عايض واقف عليه شغله اي وقت ويعطيك معلومات كافيه هذا الشغل كيف النجاح وهي الشهايد المصبوبه جت من فراغ لا جت من تعب وجت من شقة وجت من سهر جت من طلع عين هذا الصح صاحب المال عينه جزاك الله خير على هاي المعلومات بيض الله وجهكم الله يزيدكم ان شاء الله من خير امين هذا كله الدهن المحلي ما شاء الله هذا كله دهن محلي ما نستخدم ابدا شوفوا ما شاء الله شوفوا النظافه شوفوا ما شاء الله شوفوا شوفوا اللهم صل على محمد وهذه كلها طلبيات شوفوا لدول الخليج لدول الخليج شوفوا هذا للعيد قابل بالكسر الطائرات يعني كل واحد شوف اللهم صل على محمد حق العيد فبلغنا يقول الله وهذا المخزن هذا بعد محمد هنا كلها هذا غرفة تغليف الحلوى تغليف الحلوى هي نعم تبريد تغليف الحلوى نعم. نعم بأنواعها هي نعم وأشكالها اللهم صل على محمد الله يعطيكم خيرا آمين صلاة شوفوا وهذه الطلبات الحين جاهزة بتطلع الحين هاي الطلبات جاهزة هي نعم بتطلع بعد شوي بعد شوي هي نعم شوفوا هذا هني شوف التغليف هذا هنا التغليف شايف
طريقة التغليف. اي نعم هذه هني. هاي الحلوة السوداء ها؟ اي نعم السمسم هذه. السمسم. هذا الله يجهز هذا الصندوق طال عمرك. زين؟ انتم بالطريقة هذه. صندوق لأركو بابا. زين؟ ونخلي الناس إذا تبقى كتابة مثلا بدل المصنع مثلا عندكم مناسبة زواج نكتب أي شيء هنا. هنا في الداخل وفي الخارج. يعني عند ملكه اللي عنده ملكه اللي عنده خطبة نعم اللي عنده هدية اللي عنده عيد ميلاد كل شيء اللي عنده أي مناسبة أنتم تكتبون عليه هي نعم زين فكرة حلوة هي نعم كله نكتب عليه وهب التوزيع حاول كيفاش وياهم كل شيء كل شيء كل شيء من آخر من الآخر يعني ما شاء الله شوفوا شوفوا هذا كلها طال عمرك طلبيات هاي كلها ما شاء الله طالعة اليوم 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 نعم. اليوم الحين طالع لأن عنده هو طول الله أعماركم موسم كل مواسم عنده موسم غض النظر عن باقي يعني أيام العيد لكن أيام الفرح والأملكة والعرس والمناسبات الوطنية قومية كل واحد طبعا وعمان في الخليج أو في العالم العربي أو في العالم بأكمله هي معروفة بالحلوة يعني الحلوة العمانية ما مسيطرة على العالم جميع السلك الدبلوماسي في العالم سفاراته وزاراته قنصلياته الحلوى العمانية أشعار يعني الحلوى العمانية أشعار الأكلات هي المتصدرة في الخليج نعم. أو في العالم العربي أو في العالم معروف الحلوى العمانية نعم. والألبان الألبان العماني هذا عالميا ما يختلفون عليه هاي الغرفة الثانية ندخل عليها بعد جزاه الله خير قال أبو يصور يا خالد يا جمهورك خلي استمتع جمهورك بمشاهدته هذه الحين أترك الصينية منوعين هاي الصينية منوعين الحلوى الحمراء والحلوى السوداء ها نعم نعم ما شاء الله ما صلي على محمد وفي التغليف دخلنا على غرفة التغليف والتبريد ما شاء الله ما صلي على محمد الله 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 نعم الله يعطيهم خير آمين آمين طريقة صب نعم. هذا الصب هني نعم. والتزيين بالطريقة هذه كل واحد وشغلته مهرته نعم شفت ايش قايل اعطيناك معلومة عن مصنع مزون هذا القسم الثاني بعد الناس حد يبغي في اي بي وحد يبغي عادي الطبق العادية ما شاء الله شوفوا اللهم صل على محمد يعني مصنع متمكن مزون للحلوة العمانية سلطنة عمان ولاية صحم التليفون موجود عن نوح لوكيشن سوادي مفاجأة يا ربي من الصبح عازم النق وعازم النق وطابخين لك تحرى في البيت ثار ابوي عازمني على مطعم صراحه فاجاني انا على المطاعم اشهد بان مطعم لي يا عمان ومار على صحار بيصير مسكت راد من مسكت يبقى دبي مطعم على كيف كيف مغواه 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 مطعم لي حار الجديد احيد في عينها واحد لي حار نفسها غير بعد لكن هذا في فرع أصحار بيض الله وجههم أنا طباخ وأشهد أن الطباخ كلت من خاطري نعم آه و عبري ما شاء قام نزوة في عبري نعم على عبري ودوني محل اليلسة وياهم وفي مسكت وفي البريمي وفي سناو وفي إبرة واللي حبيب إبرة يبرة وفي وين بعد وفي هيمة جعلان وفي جعلان جعلان ابو علي وجعلان ابو حسن على جعلان ودوني على جعلان ودوني محل اليلسه وياهم يا اهل الدار اخذوني جعلان ابو حسن مروبي الله احسنتوا وما قصرتوا ويوه عربيه ويمنيه الصراحه اكلكم 10/10 وانا طباخ اشهد ان طباخكم مره مشكور وانت بعد ما عليك زود باسلوبك وتقديم كل أكل كلكم والنعم فيكم منو سألك أنت
مشكور يا ابو خالد عليك ابو محمد، ما قصرت الصراحه على هالمطعم الغاوي، مطعم هذا حق جناح حق العائلات، جناح للعائلات وتخفيضات واكل حلو وشغل حلو، مطعم ومطبخ اليحر الجديد بيض الله وجهه على الطريق. مره اول ما يا قبل اللواء، قبل اللواء مره قابل الدوار مال اللواء، يعني موقع استراتيجي الله يعطيهم ويرزقهم، ولا ابوي لا يعرفوني ولا اعرفهم، لكن هذا ابو خالد عازمني عندهم وعشاهم حلو. اما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، صدق الله العظيم ما قصرتوا على هاي الضيافه الحلوه، وعشره على عشره. نعم ما بشكر يا ابو خلود على هالغاوي صدق صراحه، يعني مطعم على كيف كيفك، جزاك الله خيرا. هذا على الطريقة أول ما تكون لواء.